بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس، نورنا كابتن. تحياتي كابتن الاهلي، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار الكابتن شفيع عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن بلال. منور يا كابتن، منورين يا كابتن، منورين. كنت طيب يا كابتن شريف. مبروك للنادي الاهلي، هارد لك للنادي المصري. عندنا طاقم التحكيم يا كابتن النهارده كان الحكم عبد العزيز السيد. وانا كابتن علاء هتكلم في نقطه مهمه جدا. عبد العزيز اول مباراه يديرها للنادي الاهلي هذا الموسم. واضح. وده السؤال. الناس بتزعل مننا. الناس بتزعل مننا. انا النهارده الحكم عبد العزيز السيد. لعب 15 مباراه في الدوري الممتاز. والنهارده بيجيبه في مباراه كبيره، مباراه صعبه. تمام؟ وما هو ما قدرش للنادي الاهلي. حد يقول لي ليه ما قدرش النادي الاهلي واحنا عندنا 34 جوله يا كابتن علاء؟ كان المفروض يلعب على الاقل ماتش او ماتشين، ولكن المباراه النهارده كانت مباراه صعبه جدا جدا يا كابتن. نفس الكلام قلناه على الحكم اللي قبل مباراه الداخليه، كان محمود ناجي. ايوه كان محمود ناجي نفس الشيء، وده حكم دولي، واحنا قلنا حكم دولي زي ما يلعبش للاهلي. انا فاكر صح. فاحنا بنتكلم على عشان الناس ما تزعلش مننا، ليه الحكام بيبقى المستوى في المباراه الاداء سن التوتر او سنه ان هو من كتر خوفه على المباراه عاوز ينجح، فبالتالي بتبقى في اخطاء. ولكن النهارده عاوزين نقول ان الاخطاء التحكيميه بامانه لم تؤثر على نتيجه المباراه، لان الحالات اللي معانا كابتن علاء احنا بنتكلم في القانون وبنشرح بالقانون، واحنا هنا دورنا ان احنا نقول ايه اللي حصل فيه الهدف طبقا للقانون، ونوضح للناس كلها اللي حصل في هذه اللعبه. هنجيب طاقم التحكيم الاول، نشوف هنا عبد العزيز السيد حكم منطقه الجيزه، وعندنا احمد توفيق اللي هو المساعد الاول من منطقه البحيره، وعندنا احمد صلاح من منطقه القاهره، وعندنا هشام فلال من منطقه البحيره. كان على الفار عمرو الشناوي، وكان شريف عبد الله كابتن. انا جايب اول حاله اللي هي الحاله هدف النادي المصري. بس هنقف بس الاول، هنقف الاول بعد اذن حضرتك. انا هشرح يا كابتن، هشرح هنا اللعبه عشان ايه ما نقولش دي هدف او مش هدف. من فضلك لو سمحت هات لي اللقطه الجانبيه وسيب بس، وسيب لي الصوره بس، سيب لي الصوره بس، بس كده. كابتن بيتكلم في المادة 11 التسلل. بتقول ايه؟ متى يعاقب اللاعب؟ عندما يكون في موقف تسلل. امتى انا عاقبه وامتى انا ايه؟ ما عاقبوش. خلي الحالة زي ما هي كده واقفة. اللاعب يعاقب في ثلاث حاجات. عندما يتدخل في اللعب. يعني ايه تدخل في اللعب؟ بلال انت في موقف تسلل. انا هعاقبك ازاي؟ لما تروح تلعب الكرة او تلمسها. ده اسمه التداخل في اللعب. اول ما تيجي تلمس او تلعب برفع عليك، ودي بتبقى سهله قوي قوي لان اللاعب لعب او لمس. ده اسمه التدخل في ايه؟ في اللعب. تاني عنصر في التسلل المدى 11 التداخل مع المنافس. ماذا يعني التداخل مع المنافس؟ بالقانون المدى 11 يعني منع المنافس من لعب الكره او القدره على لعبها من خلال خد عندك التلات حركات اللي جايين دولت. اعقد خط رؤيه المنافس لو انت مهاجم واقف قدام المنافس بنرفع عليك تسلل، او التنافس مع المنافس، او التاثير على المنافس. دي كلها اسمها التداخل مع المنافس. هنا عندنا لاعب في موقف سليم، اللاعب اللي ورا، وعندنا لاعب في موقف ايه؟ تسلل. نشوف ايه هو اللي حصل عشان نقدر نقول القانون قال ايه في الحته في اللعبه دي. هنمشي شويه نشوف اللاعب اللي هو في موقف تسلل واللاعب اللي في موقف سليم. هنا اللاعب في موقف تسلل بس. هرجع تاني، هرجع تاني معلش من نفس الزاويه، ما هو طالع يلعب بدماغه بس ستوب. هنا الراجل ده طالع يعمل ايه؟ تداخل، طالع يلعب. اذا هنا بنقول التداخل هنا مع مين؟ مع المنافس. عارف لو اللاعب ده كابتن ايمن وقف ما طلعش، وقف خالص مش حاجه، هدف سليم. ولكن كون ان هو يطلع هنا، هنا انا الشناوي هنا بيقلل قدرته على ان الشناوي يلعب، وبالتالي هنا التدخل هنا نعم بياخد عيني. لا هنا هنا اسمه تاثير يا كابتن. انا لما اطلع كده بهذا الشكل، انا الشناوي يطلع بهذا الشكل، ده يقلل من قدرتي على اللعب بان هو ياثر على حارس المرمى. ده القانون يا كابتن شريف، ومفيش فيه هزار، مفيش فيه كلام. هنا احمد توفيق اشار على تسلل نتيجه ان اللاعب ده تداخل مع المنافس. اللاعب الاخر في موقف سليم مفيش فيها مشكله، ولكن هنا انا بحاسب اللاعب عندما يتداخل في اللعب
او المنافس او الاستفاده من كونه في موقف تسلل. نيجي لحكم الفار. لما حكم الفار شاف الحاله جاب الخطوط، هات الخطوط. الخطوط اتعملت على اي اساس يا كابتن ايمن؟ هات الخطوط بتاعت الفار. لما خد النقطه خد من النقطه من مين؟ من اللاعب اللي هو راح مع الشناوي كده. خطوط التسلل للفار. للفار. ده بس. هو هنا يا كابتن اللاعب اللي ورا دوت عليه مشكله؟ لا. اللي جاب جول. ولكن لما عمرو الشناوي هنا خد من اللاعب اللي كان في موقف التسلل. هو عاوز يقول ايه؟ يقول ان التسلل هنا على هذا اللاعب وليس اللاعب الاخر. هنا احمد توفيق تمركز رائع. تركيز رائع. مظبوط. ربط كويس قوي قوي من هنا للاعب اللي هنا اللي هو تدخل ايه مع الشناوي. هدف في القانون سهل. والقرار صحيح. ما حدش يقول لي اصل الشناوي طالع مش طالع. انا مش علاقه بالشناوي خالص في اللعبه دي خالص. انا ليه علاقه باللاعب ده اللي في موقف تسلل انا امتى حاسبه. وبالتالي هنا هدف ملغي بقرار الحكم المساعد احمد توفيق وبقرار الفار. حد هيقول لي طب كان ممكن الفار يجيب الحكم لان دي نقطه تاثير. بقول ان هنا طالما الحكم الفار قراره توافق مع الحكم المساعد في التسلل يبقى ما فيش مشكله. كابتن ايمن هدف ملغي والقرار كان قرار صح للحكم المساعد. وكان عبد العزيز السيد مش طرف في القضيه دي. لا هو لا الطرف اللي هو المساعد والفار. والفار والمساعد خد القرار صح. عبد العزيز السيد ملوش دعوه بال والفار اكد جماعه التسلل ما فيش فيه اجتهاد. والماده 11 بتوضح عشان ما حدش يجي يقول لي اصل اللاعب دوت عمل ايه؟ لا عمل تدخل مع الحارس. اثر على الحارس. قلل قدره الحارس على اللعب. الحاله الثانيه. الحاله الثانيه ونيجي نشوف هنا عبد العزيز السيد القرار والحالة ونشوف ايه اللي حصل في هذه الحالة. هنا لاعب المصري بياخد الكرة وهنا حسين الشحات سبق سنة لما سبق وعدى هنا حصل يا كابتن نشوف بس. الشد واضح. وهي دي بفكرك بلعبة حسين الشحات في مباراة الزمالك. كابتن أي هي نفس الشد كان ده. صح. أنا بوريك إن هنا الشد ولعبة الشحات في مباراة الزمالك كان فيها نفس الشد. مظبوط. هنا الحكم حسب والفار أكد. هنا بالظبط. وهناك الحكم ما حسبش والفار أكد. المعايير مختلفة. صح. تطوير يعني توحيد القرارات. مظبوط. عند الكل. صحيح. اللي تحسب هنا الحكم يحسبها هنا. أنا بتكلم على القرار وهنا القرار كان قرار صحيح بيه احتساب ركلة الجزاء. صحيح. شوف التنفيذ بتاع ركلة الجزاء. وهنا في تشابك وفي اعتراضات وفي 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 وكل الكلام دوت على ركله الجزاء. ولكن الفار هنا بيشيك على الكره والكره ركله الجزاء صحيح. عبد العزيز النهارده كان يجب يعني معلش مره صعبه ولكن بنقول ان التوتر دوت كان ممكن انك انت تحسمه يا كابتن علاء من اول خالص في الالعاب اللي جايه بعد كده. خلينا نروح للقطه اللي بعد كده ونشوف. هنا التمركز وكل مره اقول الكلام ده نفس الشيء. صح. يا جماعه انت حكم في الدوري الممتاز اتدرب انزل الملعب اجري انزل الملعب طور من ادائك انزل الملعب حاول انك انت تبقى مش في حيطه اللعب. هنا بنشوف عبد العزيز خرج ورجع تاني يعني هو عنده ربكه. هنا الكره تصطدم بالحكم وبالتالي هنا لابد ان هو يشير على توقف اللعب ويعمل اسقاط هنا لاخر من لمس الكره. والقرار الاخر من لمس الكره كان لاعب النادي الاهلي. التمركز كان عنده مشكله النهارده في هذه الحاله. الحاله اللي بعد كده خلاص ما احنا جبنا الحالات دي كلها عندنا حالتين تانيين. الحاله الجايه دي مهمه جدا جدا يا كابتن شريف. هشوف بس هقول لك ان الحكم ده سبب في مشكله. نشوف الحاله اللي جايه. واحده واحده. نشوف تعمد. هنا في ايه؟ تعمد. هنا لاعب النادي المصري رقم 13. في مخالفه وفي انذار هنا بنقول للتهور. انت سبت هنا انت حاسس مخالفه ما اديش انذار. نشوف هنا المخالفه جاي الراجل من سرعه وهنا المخالفه واضحه للتهور. هنا لم يشهر البطاقه الصفراء. حصل بعد كده ان محمد هاني قام وحصل التشابك راح مدي انذار لمحمد هاني. انا النهارده لو حكم وصفرت وبطاقه صفراء على اي حد نهيت منعت التشابك ومنعت ان في احتكاكات. ولكن هنا ادينا فرصه للاعب ان هو يقوم يعترض وياخد حقه. الكلام ده مش موجود يا كابتن في التحكيم يا كابتن الشريف. بطاقة مستحقة على رقم 13 لو هتجيب لي لعبة من أول خالص معلش سامحني. نشوف الدخول إزاي. شوف نشوف هو جاي منين. جاي منين يا كابتن؟ هنا ما لعبش كورة. هو ما راحش على الكورة يا كابتن. هو راح على الرجل. إنذار
100% لم يشهر ليه لاعب رقم 13. الحاله بعد كده وتوتر طبعا ومشكله. هات الحاله من الاول، تعال نشوف الحاله دي. ده اسمه ايه؟ تاني مع الاذن، تاني اللاعب رقم 13. احنا هنا لاعب يحجز على كورته، وهنا بنشوف خد الدراع ونزل بيه. ده سلوك، يا كابتن شريف. سلوك وهو نفس اللاعب متهيألي. ما هو رقم 13 ده سلوك. نجيبها تاني. انا النهارده ممكن الخلع هنا خلع الكتف. بص ده، بص بياخده ازاي؟ ما ينفعش، تعسف يعني. واسيب الحكم يسيب اللعبه دي. ده تاني انذار، لم تشهر البطاقه الصفر. نشوف تاني، هل هذا مقبول؟ مش مقبول. اللي بعد كده سريعا عشان نمشي في الحالات. خلاص دي احنا جبناها خلاص، وهنا الفاول موجود، واللي هنا كان يجب ان هو يدي انذار وما حصلش انذار، ولكن حصل تشابك. الحاله اللي بعد كده مروان، وهنا الاصرار على مخالفه قانون اللعب، وهو هنا ادى الانذار للاعتراض لمروان، ولكن انا كنت شايف ان الانذار كان يجب على الاصرار. هنا لما مروان هنا اعترض، شوف هنا ماسكه 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 وعرقله. هنا المفروض كان انذار على طول من غير ما تقول ان مروان اعترض عليا في هذه الحاله، وتدي انذار للاعتراض. هنا كان يجب انذار للاصرار على مخالفه قانون اللعب. عموما هو اشهر البطاقه، ما فيش مشكله. اللي بعد كده، الحاله اللي بعد كده، نشوف. يلا نشوف هنا الحاله اللي جايه. خلاص ركله جزاء احنا جبناها بول. خلاص جبنا ركله جزاء، وهو خد القرار لم يتردد، والقرار صحيح في احتساب المخالفه. المباراه بشكل عام يا كابتن هي عدت، ولكن كابتن توتر المباراه بنقول لحكامنا من اول خالص، انت يجب انك انت تحسم امورك وتتعامل بحزم مع اللاعبين اللي هم يعني سواء هنا او هنا اللي هم بيخرجوا عن السلوك كابتن ايمن. ولكن بنقول تاني، بنقول نتمنى في الفتره اللي جايه تطوير التحكيم يكون موجود على رئيس لجنه الحكام فيتور بيريرا، يشاهد ويشوف الحاجات دي ويحاول يطور من اداء الحكام في الفتره القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا هذا الموسم، موسم ناجح للجميع. الله يخليك يا كابتن. كده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والمصري في دور الثمانيه لكاس مصر، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1 وتاهله للدور قبل النهائي عن جداره واستحقاق، وملاقات انبي ان شاء الله في شهر سبتمبر القادم. بنصل ايضا لنهايه موسم ولا اروع للنادي الاهلي، حصد في جميع البطولات سواء المحليه والقاريه. يمكن اتكلمنا ان البطوله الوحيده اللي خسرها النادي الاهلي هي كاس العالم للانديه. موسم اكثر من رائع. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لمنظومة النادي الأهلي الرائعة، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي العظيمة. موسم أكتر من ناجح، نتمنى كمان المزيد والمزيد في الموسم القادم إن شاء الله. بشكر جميع العاملين بقناة النادي الأهلي على هذا الموسم الناجح، وبشكر جميع المسؤولين بقناة النادي الأهلي على هذا الموسم الناجح. بشكر أيضا نجومنا الكبار كابتن شريف عبد النعم، موسم اكتر من رائع. شكرا يا كابتن. بشكرك كابتن ايمن، وبشكر كباتن كلهم، وبشكر جميع القائمين في القناه، وبنشكر اللعيبه والجهاز الفني ومجلس اداره النادي الاهلي، وبنهدي الخمس بطولات لجماهير النادي الاهلي كلها، وبنتمنى لهم البطوله السادسه ان شاء الله، وصحه وسعاده ومع بعض دايما بخير، وبطولات دايما ان شاء الله رب العالمين، والاهلي فوق الجميع. الحمد لله رب العالمين. شكرا يا كابتن اسامه، موسم ناجح. ما شاء الله الموسم ناجح، خدت كل البطولات اللي اشتركت فيها، والحمد لله وصلت الدور قبل النهائي في الكاس. شكرا لكل من يعمل في النادي الاهلي، وطبعا الجهاز الفني واللاعبين على راس الموضوع، القائمين هنا في العاملين في القناه، وبالتوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله رب العالمين، وطبعا جماهيرنا قبل كل طبعاً. شيء طبعاً. شكرا يا كابتن علاء، موسم رائع. بشكرك يا ايمن، والف مبروك على الموسم التاريخي للنادي الاهلي ده، والحمد لله انتهى بانك فزت ووصلت الدور قبل النهائي في كاس مصر. موسم طويل وشاق جدا جدا جدا، لكن كل الشكر للعيبه والجهاز الفني والاداري معاهم، دي حاجه. هنا بقى في القناه كل الشكر لكل العاملين في القناه
اللي موجود النهارده واللي كان دايما موجود معانا بجد وعادل. مجهود كلهم بجد من غير اسامي، الناس كلها بجد تعبوا معانا كتير جدا، مجهود مش طبيعي، وناس جميله جدا 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 من اول اما بتخش القناه صحيح لحد ما تمشي، الناس بجد منتهى الاحترام وناس منتهى الحب، حاجه جميله جدا. واحد جاي القناه هنا انا جاي بيتي، جاي اقابل الناس انا كلها بحبها الحمد لله. صحيح. طبعا انتوا مش عايز اتكلم عليكم، انتوا يعني اصحاب عمر وصحبه ممتازه. كل شكر كابتن ناصر، بس اللي في القلب في القلب. اه طبعا كل شكر كابتن ناصر طبعا. صحيح. موسم موسم جميل بجد، وان شاء الله دايما نتقابل على خير، وان شاء الله دايما الموسم ما حدش تعبنا ان شاء الله، ما حدش تعبنا الا انت في الاستوديو. ها ما حدش تعبنا الا انت. لا مش محتاجين كده، وحاجات جميله جدا جدا. ايوه كابتن ناصر ربنا نشكر كابتن كابتن عادل عبد الرحمن كمان، كلهم كله كله كل المجموعه بتاعت الاستوديو. يعني انا مش عايز اقول اسامي، انا كنت هشكره في الاخر يعني كابتن ماهر همام، احنا كلنا اخوات هنا في في القناه، واكثر من اخوات كمان. بتمنى ان شاء الله الموسم القادم يبقى احسن من الموسم ده ان شاء الله، ده هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيقفش عند حد معين، خدت كل بطولات السنه دي ان شاء الله، لا انا هطمع السنه الجايه في ازيد وازيد ان شاء الله، وعندك كل الامكانيات. كل الشكر ليكوا، وطبعا انتوا اخواتي اكيد، وان شاء الله نتقابل على خير يا رب باذن الله رب العالمين. كابتن بلال الف مبروك والف شكر على الموسم الرائع. ربنا يخليك كابتن ايمن، يعني الشكر ليك طبعا والاخوات الكبار كلهم، وعادل عبد الرحمن اللي شاكسنا بعض طول طول الموسم من السنه دي، و وشكر طبعا لكل اخواتنا اللي موجودين في القناه، يعني من اول رئيس المدير التنفيذي اسلام، ايهاب، كل الناس اللي شغالين في القناه. يعني بنشكر كل الجماهير اللي جماهير النادي الاهلي وغير جماهير النادي الاهلي اللي تابعونا في القناه الحمد لله، وكان ليهم صدى، يعني الصدى بتاعهم كان جيد. طب بالنسبه لنا يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله احنا برضو وشنا كان حلو على على النادي الاهلي في كل البطولات من فضل الله سبحانه وتعالى. موسم شاق لكنه كان موسم ناجح، ناجح للنادي الاهلي في كل المجالات، وكان ناجح لينا الحمد لله برضو هنا في القناه الحمد لله. تعبنا كتير وشقينا كتير، بس ربنا سبحانه وتعالى كل نجاحنا يعني بالتوفيق السنه اللي جايه ان شاء الله باذن الله تعالى، ودايما يعني نفرح ودايما ناخد السيلفي بتاع كل القناه باذن الله. اكيد طبعا ان شاء الله كابتن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى ورق الحياة.